وجبات الطعام الخاصة برواد الفضاء عرفت تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، فبعد أن كان هؤلاء يتناولون طعامهم على شكل معجون في عبوات بلاستيكية، تم اليوم تحضير قائمة متنوعة من الأطعمة اللذيذة والتي تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الغذائية لرواد الفضاء، ويمكنهم أن يختاروا منها ما يشتهونه. رئيس الطهات الفرنسي ألان دوكاس وفريق عمله يتعاونون مع وكالة الفضاء الوطنية الفرنسية منذ العام 2004، وتمكنوا من تحضير أطعمة مجففة مكونة من جراد البحر والكينوا وغيرها. يجب علينا الأخذ بعين الاعتبار جميع الجوانب العلمية للفضاء وأن نقوم بعملية طهي طويلة حتى تكون الرطوبة المتبقية منخفضة جداً وحتى لا يكون هناك فتات. إنتاج الغذاء الخاص بالفضاء يتطلب شروطاً عديدة، كأن لا تكون هناك بكتيريا، وأن يوجد أقل قدر ممكن من السوائل مع المحافظة على طعم لذيذ. نظراً لانعدام الوزن في الفضاء، فإن جزيئات الشم لا تصل إلى الغشاء المخاطي في الأنف بنفس الطريقة التي تتم في الأرض، إذن هناك تغير كبير في النكهة وأحياناً فقدانها تماماً، لذلك يجب تحضير أطباق متبلة أكثر. رائد الفضاء الفرنسي توما بيسكي يوجد على متن محطة الفضاء الدولية منذ تشرين الماضي، واختار وجبته المفضلة من بين 30 وجبة طعام اخترعها فريق دوكاس. احتياجات السعرات الغذائية تكون أعلى قليلاً بالنسبة لرجل وزنه 70 كيلوغراماً، إذ يحتاج إلى نحو 2800 سعرة حرارية يومياً مع المزيد من البروتينات التي نوصي بها في الأرض أيضاً. البروتينات ستمثل 20% من إجمالي مصدر الطاقة، الدهون ستمثل 30%، والكربوهيدرات ستمثل 50% من إجمالي مصدر طاقة الجسم في الفضاء. فريق دوكاس أعد 13 طبق طعام لبيسكي، من بينها طبق خضار في صلصة طماطم متبلة، وأيضاً جراد البحر مع الكينوا والطحالب البحرية المتبلة بالليمون الأخضر. بما أننا نعلم أن النكهات تتغير عندما ننتقل من الأرض إلى الفضاء، فإننا لن نضع الملح في الكينوا، ولكن سنضع الطحالب البحرية الخضراء التي ستجلب كمية الملح اللازمة، كما أنه من خلال عملية التعقيم يتم تعزيز طعم الملح، لذلك لن نضع ملحا في هذه المرحلة. التحدي الحقيقي هو تجنب أغذية قد تكون صعبة الهضم بالنسبة لرواد الفضاء. في المقابل يتم تحضير وجبات خاصة بأعياد الميلاد تذكرهم بالأجواء في المنزل. هناك عدد الوصفات التي يحبذها رواد الفضاء الذين يكونون مولعين بالطعام غالباً. المحليات تكون مطلوبة عادة مثل كعكة الشوكولاتة. هناك الأطباق التي يتم تناولها في الأعياد مثل جراد البحر، والتي تعطي انطباعاً لرواد الفضاء بأنهم يتمتعون بوجبة استثنائية هناك. بفضل عمل جبار لأخصائي الأغذية والطهات، أصبح رواد الفضاء اليوم يستمتعون بوجبات شهية أثناء مهماتهم الاستثنائية خارج كوكبنا.